كثير من إخوانه وكثير من زملائه وكثير من الذين رافقوه في رحلة السنوات وفي جهاده واجتهاده. الزميل أشرف عبد الله في ناحية أخرى من هذا اليوم الطيب، هذا اليوم الذي يشهد رحيل رجل طيب. لك التحية أشرف. نعم زميلي هيثم، كل التعازي للشعب السوداني في هذا الرجل الذي يمثل أمة، رجل قدم وهب حياته كلها للعلم وللدين وللسياسة وللوفاق الوطني. نحن الآن في هذه اللحظات نلتقي أيضا على من رافقه دكتور حسن الترابي في دربه وفي عطائه وفي بذله وفي جهده وجهاده. سعيدين أن يكون معنا مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان، وهو الآن أيضا يتلقى التعازي من المواطنين ومن بعض زملائه ومن بعض رفقاء الدربة. نحن الآن على الهواء مباشرة. سيد الوالي، نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقد هذه البلاد. غفر الله له ورحمه وجبر الله كسر الأمة، فقد جليل ولا نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة ولكل الأمة السودانية والإسلامية بحسن العداء. فقد ترك أثرا باقيا على مسيرة الفكر وعلى مسيرة الأمة. نعم دكتور الترابي في 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 الفترة الأخيرة هو دائما ما يدعو للوحدة الصف الوطني وللسلام الاجتماعي وتحدث كثيرا عن الوفاق الوطن. نعم، وعمل بجد ودأب على هذه المهمة الوطنية الجليلة، وكانت هي إحدى وصاياه التي حرص عليها كثيرا. ونذكر جميعا تصريحه الشهير بأنه يود أن يرى السودان والأمة السودانية والقوى السياسية موحدة قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. سيعمل الجميع من أجل إنجاز هذه الوصية لإتمام بناء وحدة وطنية وحوار وطني يقود إلى وفاق وطني شامل إن شاء الله. نعم، تعازينا إليك مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان، وعبرك لكل مواطني السودان جبر الله الكسر ورحم الله الفقيد دكتور حسن الترابي. مشاهدينا في كل مكان، نحن الآن ننتقل مباشرة إلى نقل المراسل صلاة للشهيد والدكتور حسن الترابي. الصلاة قائمة.
الصلاة قائمة، الصلاة الصلاة قائمة، الصلاة قائمة يا شباب، الصلاة قائمة، الصلاة قائمة، الصلاة قائمة، الصلاة الصلاة اتقوا الله يا اخوانا، استووا الصلاة عشان ظهري كبر من الصلاة يا اخوانا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم. الحقنا به جميعا، آمين، مع نبيك و
والصحابة أجمعين. آمين. ربنا نسألك أن تصلي على محمد في الأولين، أن تصلي على محمد في الأولين، وأن تصلي على محمد في الآخرين، وأن تصلي على محمد في الملأ الأعلى عندك إلى يوم الدين. إنا نشهد لو أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم فأجزي خير ما جزيت النبيين عن أمتي. آمين. 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 إن أخانا قد لحق بنبينا، اللهم إنا نسألك أن تتوسع نتوسل إليك أن تجعله مع نبيك. آمين. السابقين. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. في عقبه. آمين. في أسرته. آمين. في أهله. آمين. في زوجه يا أرحم الراحمين. آمين. في السودان. يا ذا الجلال والإكرام. مبارك يا أهل السودان. اللهم إنا مصيبتنا كبيرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا فإننا ندعو إليك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله أكبر.
أيها الأحباب، نواصل معكم هذا النقل الحي والمباشر في هذا اليوم المهيب الذي تشيع فيه البلاد واحدا من أبنائها أمضى جل حياته خدمة للوطن وللدين وللإسلام ولإحياء تعاليمه ولتأسيس تجربة ظلت شاهدا على حركة الإسلام في السودان، الشيخ المفكر الدكتور حسن عبد الله الترابي الذي رحل عن هذه الدنيا الفانية مخلفا وراءه نهجا تربويا وسياسيا وفقهيا ومعرفيا يحتذى به، وستظل أجيال متعاقبة تنهل من هذا المعين الذي لا ينضب. الصورة الآن أيها الأحباب مشهد مهيب، ويوم يقف فيها أهل السودان جميعا لوداع وإلغاء النظرة الأخيرة لرجل أعطى وما استبقى شيئا، الدكتور حسن عبد الله الترابي المفكر الإسلامي العالمي المعروف الذي وافته المنية سريعا إثر علة لم تمهله طويلا. التعازي نبعثها مجددا لكل أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أهل السودان جميعا باختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقدية والسياسية والحزبية. رحيل الدكتور حسن عبد الله الترابي في هذا اليوم ترك مساحة فارغة في الخارطة السياسية والفكرية والاجتماعية والفقهية في السودان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا طيبا مباركا بقدر ما أعطى وبقدر ما قدم لأهل السودان في هذا النقل الحي والمباشر من مقابر بري بالخرطوم. وعلى الفضائية السودانية ننقل هذا المشهد المهيب للجموع التي تقاطرت صباحا إلى هذا المكان لتلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الدكتور العلم الدكتور حسن عبد الله الترابي. نحاول أيها الأحباب أن نوقع بعض الاعترافات على دفتر الرحيل المر لحياة الراحل من بعض الذين زاملوه وكانوا معه عبر سنوات عمره التي أمضاها في خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة أهل السودان. الدكتور عبد الله الترابي بذ أقرانه المفكرين على مستوى الحركات الإسلامية العالمية بكثير من الأفكار، وكان له اجتهادات في باب القياس وفي باب الاجتهاد، قدم نموذجا متكاملا لدولة إسلامية ستظل يعني تدلل على أهل السودان وتدلل على حركة الإسلام في السودان. نتواصل معكم أيها الأحباب من داخل مغابر بري، ونحن ننقل هذا الموقف المهيب لهذه الجموع التي تقاطرت صباحا لتودع الراحل المقيم الدكتور العالم الدكتور حسن عبد الله الترابي الذي فارق هذه الدنيا الفانية، وجموع من النساء والرجال والأطفال تقاطرت إلى هذا المكان وهي تنتحب والدموع تكحل المآقي في هذا الصباح الذي نعت فيه الخرطوم الدكتور حسن عبد الله الترابي المفكر الإسلامي والسياسي وود البلد السوداني. ونحن على الهواء مباشرة من داخل مغابر بري ننقل هذا الحدث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا طيبا مباركا وأن ينزله منزلا طيبا مباركا مع الصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نتواصل معكم وصفا حيا ومباشرا على تلفزيون السودان، ننقل مراسم تشييع فقيد البلاد وفقيد أمة الإسلام وفقيد السودان الدكتور العلامة حسن عبد الله الترابي إلى مثواه الأخير بضاحية بري بالخرطوم، وننقل التعازي إلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك التعازي إلى شعب السودان، والتعازي إلى إخوانه وأحبائه ونصرائه الذين زاملوه ورافقوه في مسيرة حياته الممتدة،
والتعازي أيضا إلى أسرته الصغيرة بالخرطوم وأسرته بقرية ود التراب بولاية الجزيرة، والتعازي كذلك لتلاميذه وإلى أبنائه، والتعازي ننقلها إلى الأجيال التي ستأتي من بعد وهي تنهل من هذا المعين الذي لا ينضب ومن هذا النهر المتدفق فكرا وحكمة وعلما وتوجها إسلاميا قاصدا إلى الله سبحانه وتعالى. نتواصل معكم أيها الأحباب في هذا النقل الحي والمباشر، والتعازي موصولة إلى كل الأشقاء وإلى كل الأحباء الذين حضروا تشييع الدكتور حسن عبد الله الترابي. الزميل أشرف عبد الله أنتقل إليك الآن في جانب آخر من هذا المكان، ونحن نعزي أنفسنا ونعزي أمة الإسلام في هذا الفقد الجلل. نعم، كل التعازي للشعب السوداني بمناسبة هذا الفقد العظيم. الشيخ الترابي رجل صنع تاريخ السودان الحديث بكل أفكاره في مجال السياسة وبتجديده للفكر الإسلامي، وبالتأكيد هذه الجموع التي حضرت الآن في هذه المغابر مغابر بوري تحكي وتؤكد عظمة هذا الرجل وكل الذين توافدوا من سياسيين ومن شعبيين ومن دستوريين ومن حتى أشقاء عرب، هم الآن حضور في هذه المغابر ليواروا ثرى، يواروا جسمان الدكتور الترابي الثرى سعيد. نحن الآن في هذه اللحظات معنا سفير دولة قطر دكتور راشد، أهلا ومرحبا بك. واليوم رحل رجل جمع الأمة الإسلامية في كلمته وجدد للفكر الإسلامي. طبعا نتقدم بحر التعازي إلى أسرة الفقيد وإلى السودان شعبا وحكومة، ونتمنى له أن يتقبل الله في واسع جنانه. الفقيد هو فقيد الأمة الإسلامية وفضيلة التي شرفت فيها الأمة الإسلامية ككل، والمجدد في أفكاره، وله باع طويل وله أثر على الجميع. نعم، الدكتور الترابي واحد من الشخصيات الإسلامية المجددة، وهو أيضا له علاقات متميزة جدا مع المفكرين الإسلاميين على مستوى الوطن العربي، وغض عن هذا انعكس أيضا في وحدة المسلمين وفي خدمة قضايا الإسلام والوطن العربي. ما في شك يعني أنه هذا الفقيد رح يفقده الجميع، يعني له أثر وله باع كبير في هذا المجال. نسأل الله له القبول إن شاء الله وأن يتقبله في جناته. ما في شك أنه حيكون هناك خلل، حيكون هناك يعني فقدان كبير لهذه الأفكار التي طرحت من خلاله والتجديد التي استفاد منها الجميع. نسأل الله له المغفرة والرضوان. نسأل الله المغفرة والرحمة للدكتور الترابي. شكرا جزيلا سيد سفير دولة قطر بالسودان، ونتقبل عزائك في فقيدنا، فقيد البلاد وفقيد الإسلام المفكر دكتور عبد الله الترابي، حسن عبد الله الترابي، الذي صنع مجدا عظيما من خلال ما قدمه لهذه الأمة. وبالتأكيد هنالك كلمة أخيرة للشعب السوداني. نسأل له الدعاء ونسأل له المغفرة، ونتقدم باسم دولة قطر حكومة وأميرا وشعبا إلى السودان الشقيق بأحر التعازي، ونسأل الله المغفرة للجميع. نعم، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك. بالتأكيد مشاهدينا في كل مكان، نحن الآن ننقل هذا الحدث المهم في حياة السودانيين وفي تاريخ الأمة السودانية والإسلامية، دكتور حسن عبد الله الترابي المفكر الإسلامي الذي جدد كثيرا في مفاهيم الإسلامية وصاغ العديد من الكتب التي من شأنها أن تقدم خدمة لهذا الإنسان على مستوى السودان أو على مستوى الوطن العربي. عربي دكتور الترابي في الآونة الأخيرة تحدث كثيرا أخي هيثم عن وحدة الوطن وعن وحدة أبناء الوطن، ودعا للتوحد من أجل رفعة هذا الوطن، تجاوز كل الانتماءات الضيقة ودعا لوحدة الوطن السودان ووحدة الوطن العربي والإسلامي. نعم أشرف، ولعله تمنى في حديث مكتوب أن يشهد وحدة السودان قبل مماته، ولعلها خطوات الآن هو بذل
جهدا مقدرا في مسيرة الحوار الوطني التي تنتظم الآن، وكان له سهما مقدرا في هذه العملية التي تداعى لها أبناء السودان على صعيد واحد ليقرروا مستقبل السودان القادم. الدكتور حسن عبد الله الترابي شغل العديد من المناصب في فترة حياته، تولى العديد من الحقائب على مستوى الرئاسة، كان وزيرا للخارجية، وكان نائبا، وكان وزيرا للعدل، وكان رئيسا للبرلمان، وكان الأمين العام للمؤتمر الوطني، ولعلها كلها كانت مواقع ريادية وقيادية. يستطاع الرجل بكاريزمته وبشخصيته أن يقود، هو رجل قيادي من الدرجة الأولى، ولعله ظل يعمل طيلة هذه السنوات وحتى آخر يوم في حياته ظل يعمل. عندما يعني داهمته هذه العلة كان بمكتبه الذي حضر إليه باكرا، وكان يعمل إلى آخر لحظات حياته. الدكتور حسن عبد الله الترابي هو من المجددين في الفكر الإسلامي، وهو من الذين أسسوا منهجا جديدا تحديثيا لحركة الإسلام على مستوى العالم، ولعل الكثير من العلماء الذين نعوه هذا الصباح عبر الوسائط الإعلامية، قال عنه الشيخ يوسف القرضاوي اللهم ارحم أخانا المجتهد حسن عبد الله الترابي، بقدر ما قدم لأمة الإسلام وبقدر ما عمل جهده في أن يكون الإسلام هو الدين الغالب، وأن يوائم ما بين الفرقاء على مستوى الاختلافات العقدية المختلفة. الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي ظل منافحا عن فكره طيلة هذه السنوات، وظل مستمسكا، وهو رجل مصادم من الدرجة الأولى، ولكنه بالمقابل كان رجلا سودانيا بسيطا، كان زاهدا وكان عفيفا وكان كثيرا ما يجنح إلى البساطة في تعامله مع الآخرين. هذا ما شهد به أبنائه وتلاميذه ومريديه. الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي أسس مدرسة متكاملة في التربية وفي الفكر وفي الفقه وفي الاجتهاد وفي القياس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا طيبا مباركا، بقدر ما قدم لأمته وبقدر ما قدم لوطنه وبقدر ما أسس من نهج يرثه من بعده بإذن الله تعالى أبناء السودان أجيال وأجيال. نعم، نحن نتواصل أشرف ونستنطق العديد من الناس، ولعلها شهادات لله وللحق وللتاريخ في حق هذا الرجل الذي يحق لكل أهل السودان أن يشهدوا له بما رأوا وبما سمعوا وبما خبروا عنه من تجربة قدمت جعلت السودان في مصاف الدول التي تحقق سياسة الإسلام حكما ودولة، وتمكن لدين الله في الأرض. نعم أخي هيثم، دكتور حسن الترابي واحد من الشخصيات التي صنعت هذا المجد، وبالتأكيد حراكه المتواصل وتفاعله مع كل قضايا المجتمع جعلت يعرفه الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير، وكل الشعب السوداني يعرف دكتور الترابي من خلال ما قدمه لهذا الوطن. أيضا معنا واحد من الذين رافقوه في مسيرة طويلة، الأستاذ محمد إسماعيل. مرحبا بك ونعزيك ونعزي أنفسنا في فقد الدكتور حسن الترابي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحمد الله على كل شيء، هذه مصيبة، لكن إن الله هو الغدير، هو الذي بعثنا في هذه الأمة، والموت حق. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم دكتور. نعم الشيخ الترابي عام 78 في مدينة صنعاء عندما كان في مؤتمر صحفي، فمن هذا اليوم جذبني إليه، ونحمد الله على أننا كنا أعضاء فاعلين، وحضرت المؤتمر التأسيسي الأول للجبهة الإسلامية. نحمد الله ونشكره، واشتغلنا معه ووجدناه أمينا صادقا في دار النعيم في نمرة 2. إنه رجل صادق متواضع أمين كريم، له الرحمة والمغفرة،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه في زيح جناتك. ننتقل للزميل هيثم الريح. شكرا أشرف. ونحن نوقع شهادات على دفتر الرحيل المر. الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام، لك التعازي والتعازي عبرك إلى كل الزملاء في قبيلة الإعلام، والتعازي إلى كل رفقاء الفقيد. نسأل الله يتقبله القبول الحسن. نسأل الله أن يتقبله فعلا وأن يرحمه ويغفر له ويجعله بين الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الدكتور حسن الترابي أحد المفكرين القلائل الذين أثروا القرن الماضي، ومن المجددين ومن الناشطين السياسيين المبدعين. نسأل الله له الرحمة. كان رغما وطنيا كبيرا، وكان مصلحا عاما. تمنى في أواخر حياته أن يرى السودان والسودان معافى وأهله متفقون ومجتمعون. نزل الله أن يحقق له هذه الأمية وهو بين يدي ملك غدير ومقتدر، وأن يكون أن هذا الذي تمناه في آخر حياته أن يكون لنا جميعا إن شاء الله دافعا لنحقق هذا الاتفاق وهذا التعاون وهذا الذي يخرج السودان من وحدته. الدكتور حسن الترابي لا شك أنه ليس فقدا فقط للسودان، وإنما للأمة الإسلامية بأجمعها وأسرها. فقد كان ثر النشاط داخل السودان وخارجه، وكان مدرسة قائمة بذاتها لها تلاميذها ولها أفكارها ولها من التجديدات الإسلامية الجريئة الشيء الكثير، اختلف الناس معه أو اتفقوا. نعم دكتور أحمد بلال عثمان، يعني بدأ واضحا سعي الدكتور حسن عبد الله الترابي للم صف أبناء السودان من خلال عملية الحوار الوطني ولم الفرقاء جميعهم ليتفقوا حول كلمة سواء تخرج السودان من أزمته السياسية إلى واقع أفضل ملموس. لعلي كنت واحد من الذين كانوا يعني لصيغين أو باتصال دائم مع الدكتور في هذا الصدد، ونحن نهيئ ونجهز للحوار الوطني الشامل. التقيته مرارا وتكرارا، كان ثاغب الرأي واضح الرؤية في هذا الاتجاه، وكان حريصا أن يرى الجميع على اتفاق كبير، ويرى الجميع ينعمون بسودان موحد ترتفع فيه القيم وتسود فيه الديمقراطية والحرية. أشكرك الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام. ونحن لازلنا ننقل هذا الرحيل المر إليك أشرف الآن. عدد من القيادات السياسية والاجتماعية وعدد من قطاعات الشباب والطلاب والمرأة على مداخل هذه المقابر، مقابر بلهم حضور لتشيع جسمان الفقيد دكتور حسن الترابي. الأستاذ حسين ياسين والي ولاية النيل الأزرق وصل باكرا أيضا لتقديم واجب العزاء ولتشيع جسمان دكتور حسن الترابي. أستاذ، يعني فقد دكتور الترابي يمثل فقد لكل أمة السودان ولكل أمة الإسلام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأعزاء لأنفسنا ولكل الأمة الإسلامية في هذا الفقد الجلل. أنا أقول أن فقده فقدا جللا، فقد قدم وقد نذر حياته منذ بواكيره لخدمة الإسلام والمسلمين. فعزاؤنا أنه قد ترك من ورائه أمة من الذين تربوا على أيديهم من أبناء الحركة الإسلامية السودانية، وكذلك ما قدمه للأمة الإسلامية جمعاء من فكر وعطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا وأن يسكنه في سيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة. الدكتور حسن عبد الله الترابي هي مدرسة قائمة بذاتها، يعني دوما كان يعمل لجمع الأمة الإسلامية بداية من عهده في ومجاهداته في بناء الحركة الإسلامية السودانية، ومرورا بكل العهود التي شهدها، مرورا بالفترات التي
ومجاهداته في لما الأمة الإسلامية، وآخر محطة يمكن نسأل الله سبحانه وتعالى تقبلهم قبولا حسنا هو دوره في الحوار الوطني، ومقولته الأخيرة بأنه يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه وقد اجتمع أهل السودان على كلمة سواء، فنسأل الله سبحانه وتعالى تقبله قبولا حسنا وعزاؤنا لأنفسنا ولكل الأمة الإسلامية. نعم، رحيل الدكتور الترابي في هذه الأيام وعلى خواتيم الحوار الوطني، وكما ذكرت دعوته أيضا لوحدة الوطن السودان بالتأكيد لها دلالات كبيرة ولها أيضا معاني قيمة عند أهل السودان. وتحدث أيضا السيد الوالي عن تلامذته وعن أبنائه الذين تربوا على أيديه، هل كل هؤلاء أبناء السودان يتوافقون أيضا ويحققوا ما دعا إليه السيد الراحل دكتور حسن الترابي؟ نعم، وانا اقول وانا اتفاعل خيرا بان الدكتور حسن عبد الله الترابي هو حيا قد كان يعمل لجمع اهل السودان لاهل الاسلام في كلمه على كلمه سواء، وايضا برحيله وبالذي نشهده الان من اجماع ومن حضور يعني متفرد من كل ولايه السودان وبل من كل انحاء من الذين توافدوا الينا، فانا اقول ان هذه هي محطه جديده يجب علينا جميعا ان نقف عندها، وحتى يعني نكون وفيين لشيخنا حسن عبد الله الترابي، فهذه نقطة لأن تجتمع كلمة كل أهل السودان إن شاء الله. نعم، أشكرك سيد الوالي، وغدا تتواصل التعازي ويتواصل هذا الإيقاع المباشر من مغابر بري لنقل تفاصيل مباراة الجثمان دكتور الترابي للثرى، وهذا الرجل الذي قدم الكثير لهذا الوطن الحبيب. ننتقل إلى ناحية أخرى مع الزميل هيثم الريح. شكرا أشرف، ونحن لازلنا نوقع الإنسان الذي شكلها الدكتور حسن الترابي، وواصل عمل الإسلامي، جاءت الجبهة القومية الإسلامية، ومعلوم جدا إنه أثر واضح جدا في الطبقة المثقفة والواعية والخريجين. يعني لما نتحدث عن انتخابات الخريجين نذكر بالخير كل المرحوم الدكتور حسن الترابي، لأنه استطاع أن يجمع الطبقة الواعية والمثقفة وأن تكون هي المساهمة الحقيقية. تحولت الجبهة الإسلامية القومية بعد ذلك إلى المؤتمر الوطني، ثم في أوائل التسعينات استطاع أن يجمع المؤتمر العربي الشعب الإسلامي. دكتور سنتواصل معك، ولكن دعنا الآن ننتقل إلى الزميل أشرف في مكان آخر، ونعاود الحديث معك إن شاء الله. Oh,
الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عليها نموت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. 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 هذا. إلهي شايفين أنت أصلاً؟ شايفين المشكلة شايفين؟ نتواصل معكم في هذا اليوم المهيب ونحن نوقع على دفتر الرحيل المر. دكتور غازي صلاح الدين لك التعازي والتعازي لكل أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها والتعازي لأهل السودان في هذا الفقد الجلل. نعم فقد كبير ولكن نعتصم بالأدب في مثل هذه المواقف وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يخلف على البلاد خيرا
وأن يحسن العاقبة في الأمور كلها إن شاء الله. نعم، برحيل الدكتور المفكر حسن عبد الله الترابي، مساحة فارغة كبيرة على خارطة العمل الإسلامي والسياسي والفكري في السودان. يعني وجود شخص ما في ساحة العمل العام لمدة 50 عاما هو في الضرورة مدعاة يعني يكون مؤثرا بكل مواقفه، بأفكاره، بحركته اليومية بين الناس، بلقاءاته، باجتماعاته، وهو ما كان يسم حياته، هو لم تكن له حياة خاصة مطلقا، يعني كانت حياته كلها موهوبة للشأن العام. وبالتالي كل سنوات عمره التي كانت موظفة لرسالته التي آمن بها، اختلف الناس معه واتفقوا، ولكنهم كانوا كلهم يجمعون على أنه كان شخصية فذة، وأنه ساهم في تشكيل واقع السودان، وأنه سيظل رمزا في التاريخ السوداني يشار إليه بالمنان. لا شك أن ذهابه الآن في هذه الأيام بالذات، هذه المرحلة من تاريخ السودان التي أحوج من أن نكون فيها إلى النظر والتدبر والحكمة في حل مشاكل البلاد، هي ربما في ظاهرها نكسة، ولكن في باطنها أنت لا تدري، ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالعاقبة الحسنة وبالخيرات، وعسى أن تكره شيئا وجعل الله فيها خيرا كثيرا. وعلى كل حال أدى رسالته وترك وصيته من بعده، وعلى الحكماء من أهل السودان أن يقرأوا تلك الوصية ويتدبر ما فيها، وأن يعمل من أجل توحيد صفهم وبناء جبهة داخلية قوية وفق مشروع سياسي متفق عليه، يقفز بالبلاد ويعبر بالبلاد من حالها الراهن إلى حال الاستقرار والازدهار. نعم دكتور، يمكن الراحل المقيم الدكتور حسن عبد الله الترابي لعله في آخر كتاباته تمنى أن لا يقبض الله روحه حتى يرى السودان واحدا موحدا، كيف تقرأ هذه الأمنية في ظل الخارطة السياسية الآن؟ يعني أثر عنه هذا الكلام، أنا لم أسمع منه مباشرة، ولكنني سمعته مرويا عنه من أكثر من شخص واحد، وأظن أن حراكه اليومي وأفعاله اليومية ولقاءاته كانت تؤيد هذا الاتجاه، أنه كان يسعى إلى وحدة أهل السودان وإلى تجاوز الحالة الراهنة إلى حالة مزدهرة كما ذكرت سابقا. وقد بدأ ذلك من ليس من خطابه السياسي فقط، ولا من عباراته التي كان يطلقها في المناسبات العامة، ولكن أيضا من سعيه العملي الدؤوب للتوحيد الصف ولاقتراح حلول للمشاكل القائمة الآن، سياسية كانت أو اقتصادية أو ما إلى ذلك مما يواجهه السودان من تحديات. فهو كان يسعى كأنه يسابق الموت. نعم. دكتور غيث صلاح الدين، كنت هو الأقرب إلى الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي، وفي هذا اليوم نحن نسجل اعترافات لله وللحق وللتاريخ، ما لا يعرفه الناس عن الدكتور حسن عبد الله الترابي؟ يعني هم الناس يرون فيه سياسيا وبعضهم يراه داعية، ولكن يهملون الجانب الشخصي فيه. هو كان رجل يتمتع بشجاعة كبيرة جدا، لعل السنوات التي قضاها في السجون في العهود المختلفة قد تجاوزت 10 سنوات، لكن ذلك لم يثنه عن آرائه. كان جلدا، رجلا جلدا، صبورا بمعنى الكلمة، كان صبورا على الناس. يصعب أن تكون في زعامة وأنت تضيق بذرع من الناس، لابد أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم، هذا إضافة إلى مقدراته الأخرى الفكرية والسياسية. يعني الصفات هذه لا تجتمع في شخص واحد إلا نادرا، ولكن الجانب الشخصي في حياته هو لم يكن يعنى بسفاسف الأمور، يعني كان يعنى بمعالي الأمور دائما، الأشياء الكبيرة والقضايا الكبيرة، وكان رجلا جلدا في نفسه، صبورا جدا، ويبتسم حتى في وجه الأذى وفي وجه المحنة وفي وجه المصيبة، تجده مبتسما لشجاعته الشخصية. نعم، يعني التأثير الذي تركه الدكتور حسن عبد الله الترابي بتجديده على مستوى حركة الإسلام على المستوى العالم، يعني وما يمكن أن يكون قد أحدثه من يعني اجتهادات في مجال الفقه الإسلامي على مستوى العالم. هذه واحدة من الخصائص، هو الذين يعملون في الشأن العام في السودان عامة قليلون منهم يهتمون بالبعد الخارجي، يعني يهتمون بإقامة صداقات وشبكات علاقات في الإقليم وعلى المستوى العالمي، ولكن هو تميز بأنه لم يكن شخصا محليا، هو كان محليا بمعنى أنه يعنى بالشأن السوداني بالضرورة،
ولكنه كان ينظر إلى المشاكل باعتبار أن في خاصة في واقع العولمة السائد الآن يعني لا يمكن أن تعزي المشكلة الداخلية والمشكلة الخارجية، ولذلك أثره امتد إلى الإقليم وامتد إلى العالم، وهذا ما أشعر بعض الجهات يعني بأنه يشكل خطورة عليها على المستوى العالمي، ولكن نحن في السودان يعني حقيقة